ايه الفيديو اليوم بيكون بالعربي. قبل ما نبدا بس ابغى اقول ان الفيديو اليوم برعايه كامبلي. بتكلم عن خدماتهم الرهيبه بعدين، بس الحين ابغى اقول لكم كيف الواحد ممكن يتعلم انجليزي بسرعه وبنفس الوقت يستمتع وهو يتعلم. قبل كذا تكلمت ايش مهم ان الواحد يتعلم انجليزي، وكيف الدول اللي ما تتعلم انجليزي او تعتز بلغتها على اساس اثر عليها. بحط الفيديو فوق، وتكلمت بعد ليش انا قناتي بالانجليزي. فاللي يبغى يعرف كل هذه الاشياء الرابط فوق بحطه بصندوق الوصف. في طرق كثير الواحد ممكن يتعلم انجليزي، وما يعني انا دائما افكر فيها، في ناس ما طلعت برا بلدها ومدارس عاديه وكل شيء، بس بنفس الوقت الانجليزي عندهم كانهم عايشين برا طول حياتهم. وفي ناس تروح وتدرس برا وتقعد سنوات برا ولسه ما ياخذون اللغه. ليش؟ هل هو مهارة ولا ايش السالفة؟ فايش افضل طريقة ان الواحد يتعلم انجليزي؟ فالواحد بس ناخذ دقيقة نفكر فيها. الطفل اول ما ينولد يعني بعد فترة كيف يتعلم يتكلم؟ من امه او من ابوه او من الشخص اللي قاعد يربيه، شوي شوي يبدا يلقط كلمات، يبدا يتعلم يعبر لانه لازم يعبر عن نفسه. فنفس الشيء انت تبغى تتعلم لغة جديدة، حلو ومهم جدا انه يكون عندك زي ما يسمونه والد اللغة. فهذا الشخص يفضل انه ما يكون يتكلم لغتك الام، ويكون يعني ناطق بسلاسة للغة اللي انت تبغى تتعلمها. فهنا يجي دور كامبلي، موقع اونلاين الواحد ممكن يتواصل فيه مع مدرسين او اشخاص ناطقين للغة يعلمونك ويساعدونك تتعلم اللغة الانجليزية. هذول الناس مخصصين انهم يعلمون الشخص، فيوجهون المحادثة بطريقة انه الاشياء اللي تبغى تتعلمها. فتقدر تختار بالموقع اذا انت تبغى مثلا تبغى تتعلم عشان بتسافر، تبغى تتعلم عشان تاخذ اختبار لغة، ولا اي شيء زي كذا زي التوفل وهذولي. فهذا الحلو فيه، المهم كل واحد يخصص هذه الاشياء بالضبط، او اذا تبغى تتعلم بس عشان نفسك يعني، او يعني من باب المتعة والتعلم. لانه يعني احس ان الواحد يتعلم اشياء جديدة مرة يعزز ثقته بنفسه وكذا يعطيه حب للحياة. فما علينا، بعطيكم مثال. انا الحين مثلا قاعد احاول اتعلم اسباني، بس مره اتمنى ان كامبلي رجاء حطوا اسباني. فدخلت مواقع اللي يسمونها لانجويج اكسشينج، زي ما تقول تبادل لغات. انا اعلمهم مثلا عربي او اعلمهم انجليزي، هم يعلموني اسباني. بس يعني صراحة كم من مرة أحاول ما ينجح، لأنه تقلب سواليف بالإنجليزي أو باللغة اللي أنا أرتاح فيها أو اللغة اللي هم يرتاحون فيها، ما نتعلم. لا هم تعلموا عربي، لا أنا تعلمت أسباني، وتروح الأيام وكذا وبعدين خلاص. فهذا حلو، لا هذا شخص مخصص أنا بمشي المحادثة بحيث أن أنت تتعلم بدون ما تحس أو باستمتاع بنفس الوقت. Where are you calling from? Saudi Arabia. Oh, okay, yeah. Wonderful. Tell me about you. Yes, well, my background is I used to be a lawyer, and I'm also a certified holistic health coach. So I give talks, whether it's in the courtroom, I've done a lot of trial work and presentations to lawyers, and I've also worked with people in the health arena, so giving different health talks to nice. Doctor's office and to people like that. والحلو لما يكون عندك شخص يتكلم معه انجليزي، احس يعني يحفز الواحد انه يتكلم او انه يتعلم اللغه. It's very easy. I recommend people just make a reservation. You know, commit to 30 minutes a day. Yeah. المهم مره جوعانه انا. اوكي وين كنا؟ الاشياء المهمه، وانا بعد حدم حط دائما احاول احط هذا في بالي وانا اتعلم اسباني ولا انا وانا اسوي اي شيء، انه عادي تغلط عادي تغلط عادي تغلط عادي تغلط. وبالعكس يعني قاعد اتفرج فيديوهات تاد ناس تتعلمت 7 لغات وهكذا، ولغات مره مختلفه عن بعض، كلهم يقولون لازم تغلط لان من اغلاطك راح تتعلم. وفي شيء ثاني هذا بعد كنت دائما افكر فيه بعدين استوعبت ليش، احد الاسباب خلينا نقول في ناس على طول تمسك اللهجه وفي ناس لا. فبعد من الفوائد اللي او من النصائح اللي اعطوني اياها اللي يقولونها هذول الناس المتعلمين 7 لغات وغيره، ان لما تتفرج مثلا افلام بالانجليزي او تتكلم مع احد حاول تقلد اللهجه
لأن كل لغة في عندهم طريقة كلام. وعادي بالبداية يمكن يكون شعور غريب أنك قاعد تقلد لهجة لغة ثانية، بس بعدين خلاص تمسك معاك، لأن كذا مع الوقت راح تكسب اللهجة أو اللغة، لأن حتى عضلات وجهك تصير تتعلم تتحرك بهذه الطريقة إلى آخره. الشيء الثاني اللي مرة مهم أن الواحد يخصص وقته في يومه يتعلم اللغة عشان يصير يتعلمها كل يوم، يعني كشيء أساسي في يومه، لأن أن الواحد يتعلم لغة جديدة تكرار 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 هي أحسن طريقة. ياه تكرار يعلم الشطار. مالكم دخل بطوري؟ أوه والله مرة حار، زين الدفع. الزبدة مش كنا نقول الواحد يخصص يوم، لأنه يعني أنا زي كذا أسوي مثلا مع الرياضة، خاص كل يوم خاصة وقت أني أروح أتمرن، ما في فجأة يروح الوقت ولا ما تمرنت ولا غيره. فنفس الشيء هذا إذا الواحد يبغى يأخذ الموضوع بجدية، يعني لو تبغى تأخذ الموضوع بجدية يمديك تتعلم اللغة بست شهور، وإنجليزي لغة تعتبر من اللغات السهلة. كبيت. فالإنجليزي يعتبر من اللغات السهلة، فممكن واحد ست شهور ثمان شهور يتعلم اللغة بدون ما يسافر. هو بس يعني مدى جدية الشخص، كم ساعة ممكن الواحد يخصص هذا الشيء باليوم. فتكلمنا بالبداية عن أن الواحد يتكلم مع شخص ناطق للغة وكيف وإلى آخره. اللغة الثانية اللي هو الاستماع أو الإنصات بالذات، لما الواحد يتفرج أفلام أو مسلسلات بالإنجليزي أو أي شيء زي كذا، لا تحط ترجمة بالعربي حتى لو ما تفهم شيء من محتوى الكلام، من محتوى المحتوى نفسه، يعني قاعد ياكل تفاحة، قاعد ايش يسوي، راح تبدأ تلقط كلمات وتمسك. فسووا دراسة بأسبانيا، لاحظوا ان الاسبانيين اللي يبغون يتعلمون انجليزي وقاعدين يتفرجون اشياء بالانجليزي مع ترجمة اسبانية، تطورت لغتهم 0%. يعني شيء يحزن. الناس اللي ما حضرت ترجمة تطورت لغتهم 7%، والناس اللي حضرت ترجمة انجليزي 17%. فرق مرة كبير. إذا الواحد لغته مرة مستوى مبتدئ وما عنده إلا كم من كلمة، عادي يتفرج أفلام كرتون. أفلام كرتون مرة تهدي الأعصاب. ونتفليكس يقدر الواحد يحط ترجمة إنجليزي، وفيديوهاتي كلها مترجمة للعربي، بس لا تحطون ترجمة العربي إلا إذا يعني تبغون تشوفون فيديوين. ما أدري. حتى فيديوهات اليوتيوب يقدر الواحد يحط ترجمة، بس يضغط الواحد CC أو يضغط 3 نقط إذا من الجوال ويختار اللغة اللي يبغاها تكون ترجمة. في بعض فيديوهاتي مترجمتها أنا بعد الإنجليزي، فممكن الواحد يختار هذه بعد. اذا انت قاعد تتفرج شيء وفي ترجمه انجليزي وفي كلمه وكم من كلمه مو فاهمها، خذ الكلمه وحاول انك تقرا معناها بالانجليزي، كذا الواحد صدق يفهم الترجمه او معنى الكلمه، وما يصير لما يتكلم بالانجليزي مخه طول الوقت قاعد يترجم العربي او العكس. مثلا تجيك الكلمه بالعربي يعني اوكي تدورها بالانجليزي، كذا الواحد يصدع. اهم شيء يعني باخر اليوم الواحد يخلي تجربه التعلم ممتعه بيستمتع فيها عادي، يعني ما ياخذها بجدية مرة، يعني اوكي خذها بجدية بس مو نكد. هذه المربى بدون سكر بس رهيبة، مرة رهيبة، وما في نكهة ما جابوها. ادري ما ادري اذا كان باين ولا لا. وبس طبعا الكتب، ما ننسى الكتب، كتب بالانجليزي، يعني هذا حلو. الواحد يبغى اذا الواحد يبغى يلقط مرفدات صح. التيد توكس اللي قلت لكم عنها بالفيديو، الناس يتكلم 7 لغات وغيرها، بحط روابطها تحت. وبس اهم شيء تذكروا كل يوم كل يوم كل يوم، وشوي شوي الواحد بيمسك اللغه، يعني بتفيدك، بيفتح لك ابواب ما لها نهايه. ما تنسى قهوتي. وبس والله شكرا على المشاهدة ومتابعة، ان شاء الله ان هذا الفيديو فادكم. اذا في اي اسئلة تعليقات، امين في جزء تعليقات، باي ومع السلامة. مع السلامة احلى، مرة احب مع السلامة، يعني لها معنى. اي اللي يبغى يشوف فطوري دقيقة، شوفان مع حاجات كتير، بيجي فيديو وجبات يوم كامل. نصيحة اذا شيء يهمكم سووا اول شيء الصباح، يعني سوي لك كوب قهوة، ابدأ تعلم انجليزي ساعة ولا نص ساعة ولا اللي هو، بعدين ابدأ يومك وانت انجز شيء. حسنا من جد مع السلامة، شكرا، شوفني الفيديو اللي بعده.